إلينا الآن الفنانة زينة. فنانة زينة تفضلي. مساء الخير. مساء النور. أنا طبعا مش عايزة أحيي بتوع التحرير ولا حاجة خالص، يعني خالص أنا عايزاهم يروحوا، يعني كفاية قوي اللي احنا وصلنا له. وبعدين كل المحطات الفضائية يا جماعة، أنا عايز الناس دي بس تبص على المحطات الفضائية العربية والغير عربية ويشوفوا احنا بيحصل فينا ايه. يعني نعم. مش ممكن هم مش غيرانين على بلدهم. يعني انا عايزه افهم حاجه، احنا عايزين نوصل، انا عايزه اوصل للناس دي اقول لهم يعني خليكم عندكم غيره على بلدكم شويه، لانه عيب اللي بيحصل. حضرتك شفت المحطات الفضائيه كلها الحره، شفت الحره، شفت الجزيره، شفت المحطات دي بتقول، عماله تقول ايه، عماله تقول الشعب المصري بيطالب مش عارف برحيل. عيب الكلام ده، انا اصلا مش قادره اعيده. يعني انا عايزه اعرف الناس اللي اتجرأت والناس اللي عماله تتكلم وتقول حسني مبارك حاف كده وعمالين يتكلموا، الناس دي قبل كده كانوا فين؟ طيب لو هم عندهم هدف ولو هم عندهم رأي قوي كده قبل كده، ليه ما كانش حد بيفتح بقه؟ اشمعنى دلوقتي عمالين يعوا كلهم يعني، وعمالين يفرحوا فينا الناس وعمالين يتكلموا على رئيس بلدهم بالشكل ده؟ انا مش مصدقه. يعني عيب يا جماعه، عيب. احنا مصر، احنا مصر دي، انا بعد كده يعني الواحد لو بره ولا حاجه هيتكسفوا انه مصري. عيب، عيب دي بلدنا، لازم نغير عليها. يعني يا شماتة الناس فينا، انا مش متخيله ان احنا مكروهين قوي كده. وبعدين انا عندي اسئله كتير قوي، مش عارفه اسال مين. يعني انا مش عارفه اسال مين اقول له هي مصر فيها ايه؟ هي مصر فيها ايه حلو قوي كده عشان عايزين ياخدوها؟ لازم الناس تنتبه لده. وبعدين الناس اللي في التحرير دي لو عددها مليون، احنا كام؟ احنا 88 مليون. احنا دول مش الشعب المصري كله. وبعدين هم عملوا انجازات كتير قوي. انا 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 شابه، انا مش واحده مسنه ظن، انا من الشباب وبعبر عن راي الشباب. الشباب اللي في التحرير احنا بنقول لهم روحوا، لانه الناس اللي عملوا يوم الثلاث ويوم الخميس والحاجات دي، دول خلاص مشوا. دول ناس كان عندهم مطالب ونقف انهم يحققوها، بس بمساعدات غصب عنهم. هي جت معاهم كده على فكره، غصب عنهم هم قدروا ينجحوه ويعملوها. حاجه كمان، الشباب اللي في التحرير احنا دلوقتي لما بندخل على النت بنتهاجم جدا وبنتشتم، لانه لا وانتوا مش خايفين على الناس اللي ماتت وانتوا مش مع الشعب المصري. لا، احنا مع الشعب المصري. وبعدين الناس اللي ماتت مش البوليس ولا انا مش مع الحزب، انا ما اعرفش يعني ايه حزب اساسا، انا ما اعرفش الحزب الوطني ده، انا مش عارف حاجه. يعني انا مش مع اي حزب خالص. ايوه انا بحب بلدي بس، ما عنديش اي توجهات لاي حاجه، مش فاهمه حاجه اساسا. بس عمالين يقولوا ان دول من الحزب الوطني. طب ما انا ممكن دلوقتي اضرب بطاقه واقول دول من بتوع التحرير ولا دول من الاخوان ولا دول مش عارف ايه. ما هو مش صح برضو ان احنا نصدق اي كلام وننساك وراه. العربيه اللي داست ناس انا شفتها وشفتها على النت، العربيه دي مكتوب عليها ان هي هيئه سياسيه. هيئه سياسيه دي معناها ان هي من الحزب او من الحكومه، من الحكومه المصريه؟ لا، مش من الحكومه. وبعدين ليه قاعدين؟ الناس شغلها واقف والناس حياتها واقفه، والملاجئ ما مش لاقيين اكل، العيال الصغيرين اليوتما مش لاقيين اكل ياكلوه، والحياه كلها واقفه. انا رايي ان الناس دي لازم تمشي باي شكل من الاشكال، لان هم موقفين حياتنا كلها. ما ينفعش حياتنا كلها تقف علشان شويه ناس عايزين مطالب. بعدين انا عايز اعرف هم جايبين الخضره دي منين؟ انا عايز اعرف هم ازاي بيتكلموا بالطريقه دي؟ يعني هم ازاي بيقولوا لا ده احنا مش ماشيين بقى لما مين ده اللي يمشي؟ مش ركبهم يعني، مين اللي يمشي؟ احنا مش كلنا لو هم هينزلوا يعملوا مظاهرات، ما احنا عملنا المظاهرات بتاعه جامعه الدول. احنا ما عملناهاش عشان احنا مع الرئيس او بنحبه بس. انا مش عايزه اقول حاجه عكس اللي جوايا. انا اتكلم بصراحه، انا عن نفسي انا بحب الرئيس، بس مش هو ده السبب الوحيد اللي مخليني اعمل كده. انا بحبه لان انا عندي ولاء ليه، لانه يعني بلدي. ما ينفعش اتخانق مع ابويا الله يرحمه مثلا، اتخانق معاه انزل اعمل له محضر في الاخر. نعم، ما ينفعش. صحيح، لازم 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 يكون في حل سريع للناس دي. ما ينفعش ان هم كل شويه عندهم طلب. احنا ده في حاجات حصلت احنا ما نحلمش بيها، في انجازات حصلت احنا ما نحلمش بيها، حصلت كلها ورا بعض. يعني هو المفروض كان مثلا عملهم طلب وبعدين يمشوا بقى. يعني والناس اللي بتطلع العيال اللي جم في القنوات الفضائيه عمالين يبجحوا قوي كده دول ويتكلموا بطريقه، انا عايز اعرف دول اساسا ازاي بيتكلموا كده؟ في واحده من دول تقدر تتكلم كده مع حد من اهلها؟ عيب، عيب. احنا شباب اهو وكويسين ومحترمين، النهارده ما نزلناش خالص، احنا كان ممكن نعمل مظاهره نقلب لهم بيها مصر كلها.
ويبقى عددها ملايين، وممكن اطلع دلوقتي اقول انا بكره عامله مظاهره فالناس دي. هي البلد مش هتمشي كده. اللي بيخاف على بلده بجد، احنا بنخاف على بلدنا بجد. كفايه يا جماعه الانجازات اللي عملناها. وفي ناس يعني في ناس كتير قوي 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 اتجازت من اللي كانوا مش كويسين. خلاص بقى، خلاص خلاص. فنانة زينة نشكرك على هذه المداخلة.